جائزة أحسن ممثل من نصيب. في دورة كما هكا دورة صعبة برشا، ويبدو أنه صارت المفاجأة. أول جائزة يتسلمها فارس عبد الدايم مسلسل فلوجة. مبروك فارس. بارك فيك. ايه عندك دقيقة. ما فما حتى كلام ينجم يوصف الفرحة واللحظة اللي قاعد نعيش فيها تو. نشكر يا واحد صوت لي والناس اللي حبوني يقول لهم راهم حبتكم فوق راسي. وكما قلت من الاول مع صفات علي هدي ونضال السعدي ونصر الدين السيري منجم يكون كان فرحان ديجا من الليسته نتاع المترشحين. وعمري ما كنت نتخيل نجم نربح احسن ممثل في تونس. نشكر سوسن وسندس على الثقه اللي عطاوها لي. صوتي ديجا يرحش. هم نقول لامي وبابا ولدك احسن ممثل السنه في تونس. تكمل ولا كهو كهو؟ مازال عندك مازال عندك مازال عندك 20 ثانية. عبيهم، عبي ال 20 ثانية. مش مازال ما عادش نجم تقول ولا في الكلام ولا في الكلام في الكلام وفي الكلام. ألف مبروك فارس. بارك فيك. وبالحق لعبت دوري الأبطال مع ممثلين كبار 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 كبار. الجمهور قال الكلمة نتاعو. ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي الدافع يكون كبير برشا في المستقبل باش وين تغزر التروفي هذايا تعرف إنه فما برشا تعب يلزم يجي ويلزم تستحفظ عليه ويلزم تاخذ الثاني والثالث والرابع والخامس. أكيد مسؤولية كبيرة ولا تو. وإني من بلاصتي هذه نوع العباد اللي عطت فيه الثقة إني اللي شفتوه السنة إن شاء الله باش يتفسخ بحاجات ما خير برشا ان شاء الله ان شاء الله. خليك معايا لانه تو باش نمشيو لجائزه افضل ممثله. جائزه افضل ممثله لهنا الممثلات لهنا تنافسوا بالحق تنافسوا بشراسه. لاخر وقت ما نعرفوش شكون باش يهز الجائزه هذه، لكن الجمهور قال الكلمه نتاعو. وبالحق كما عندنا دوري ابطال بالنسبه للممثلين عندنا دوري بطلات بالنسبه للممثلات المترشحات. المترشحات لجائزة أحسن ممثلة. ريم رياحي. البركة فيك بنتك ماتت. هي مشيت مليك الجنة. أما مش يقولوا يسميوها بنت حرام. غلطة صحيح. أما غلطة فيك. قلت جارنا ونفس مومنا ما يعملش الحرام. يا أخي هاك طلعت. هاي طلعت نقلت من بلاص لبلاص. أشهر وعنا الكبدة متاعنا عائلة كاملة محروقة عليها. وهي بجنبنا. سارة تونسي. نروح مازال ما بيت حط شيء. أمان ما تعملش حاجة ترجع تندم عليها بعد. أمان خليني ننحى. ما عندك وين تمشي؟ ينعيشوا مع بعضنا ينموتوا مع بعض. عارف يصير يصير. حتى هناك كنت صغيرة كنت ما بخاف ما بخاف ساكن يعجبني. أما بعد وقت اللي تكبر تعرف اللي هذاك موش حبي أنواح. ريم بن مسعود. اش فيكم ساكتين؟ معناتها تكذب على حياتي الكل. مفهمني منيرة امي. مش تعرف منيرة اش عملتلي؟ منيرة زادتني وجوعتني طلعتني متعقدة. ريتها بنتي ما نعرفش اتصرف معاها. خط حنان الام اللي حكيو عليه انا ما نعرفوش. جاوبني. نعيمة الجاني. ماك تفحش على روحك؟ اش فما يا مدام؟ الامتحان. الامتحان انت اللي بعته لسيف بن احمد. فما امتحان خاطيني يزي بالكذب. يكذبوا ما تعرفهمش التلامذة كيفاش يبدو يتبلعتوا. طلع ما فماش بلعوت قدك في هالليسان. جائزة أحسن ممثلة من نصيب. جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل فلوجة الممثلة القديرة ريم رياحي. ريم رياحي تتوج أفضل ممثلة رمضان 2023
هي مش غريب عليها الجائزة هذه، يمكن هذه الجائزة السادسة أو السابعة. لكن السنة ريم اختارت أنها ما تكونش حاضرة معنا في موزايكا فام. وصيتها للجمهور هي وصية شكر ومحبة للجمهور وتقدير لكل الجمهور اللي صوت لها، كل الجمهور اللي أمن بقدراتها، لكل الفريق، والمحبة الخالصة والخاصة للناس الكل اللي يدعموا في ريم الرياحي. ريم الرياحي نقول لك أكيد أنك تسمع فينا، كل عام وانت حية بألف خير، إن شاء الله ربي بالنجاح والتوفيق والسعادة والصحة الدائمة، وإن شاء الله عيدك مبروك. ريم الرياحي أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل فلوجة رمضان ووردز 2023. شكرا. ما زالت الجوائز، الجوائز اللي بقات هي الجوائز الأكبر نجم رمضان، وبش نحكيه على أفضل عمل رمضاني وكذلك أفضل مسلسل درامي، هي الجوائز الذهبية اللي بقاوا في الساعة الأخرى. على يميني فارس يستوعب